لو حد حاول يضربك بالكف على وشك بالشكل ده، بتصد بإيدك الاتنين، إيدك اليمين بتمسك من عند عضلة الريست بالشكل ده، والإيد الشمال بيكون الكف طالع على بره بالشكل ده. لازم الكف يكون طالع على بره بالشكل ده، لأن الكف هو اللي هياخد الدراع ويلفه الاتجاه التاني بالشكل ده. إيدك اليمين هتسيب عضلة الريست وتمسك القبض بتاعته وتضغط عليه وتنزل بيه لتحت. أهو إيدك اليمين بتبدأ تصد من عند عضلة الريست، والإيد الشمال بيكون الكف طالع على بره بالشكل ده. أو بعد كده بتاخد الدراع دوران بالشكل ده وبتضغط على مفصل الريست عشان تشل حركته وتعجزه بشكل نهائي. ممكن تاخد الدماغ لتحت عشان تعجزه ما يحاولش يستعمل دراعه التاني. لازم تكون سريع في الحركة دي. أهم حاجة لازم تضغط على مفصل الريست، ممكن ضغطة قوية شوية ممكن المفصل ده يتكسر لو منزلش معاك الأرض. ايدك اليمين بتمسك من عند عضلة الريست بالشكل ده، والايد الشمال الكف بيكون طالع على بره بالشكل ده. ايدك الشمال بتلف الدراع، والايد اليمين بتسيب من مكانها وبتضغط على مفصل الريست بالشكل ده.